السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، رجعنا مرة أخرى وياكم. اليوم راح نأخذ فكرة simple application، simple application اللي هو hello world، اللي كثير من الناس يعني any lecturer، أي محاضر دائما أو أي مقدم دورة دائما يبدأ بيها. أوكي، فخلونا نبلش. أوكي، أنا بستخدم الإكليبس، أنت لك حرية الاستخدام أي نوع من الـ IDE أنت بدك إياه. أنا بالنسبة لي for me Eclipse، لأن الإكليبس فيها أكثر من IDE أنا بستخدمها. أوكي، so because of that إنه أنا استخدم الإكليبس. برنامج جميل جدا وحديث مودرن، ممكن تعمل فيها C++، معظم لغات البرمجة PHP، عندك الجافا. أوكي، ففيك إنه تستخدم الإكليبس، وممكن أنت ما أجبرك، أنت ممكن تستخدم أي IDE آخر، فممكن تستخدم في أكو IDE آخر أيضا شرحته في درس السي، فلهذا أنا أطلب من عندك إنه أنت تراجع السي، تنصيب IDE وهيك أمور، لأنه أنا ما أريد أدخل مرة أخرى أعيد تنصيب لك IDE، لأنه أنا شرحته في الفيديوهات السابقة. فيك ترجع لدورة السي اللي هي البيئة التطويرية، وهناك ممكن إنه أنت تشوفها. زين، بالنسبة للإكليبس حتى تعمل مشروع C++، مجرد تعمل right click new C++ program project عفوا، وتكتب هون مثلا hello world. زين، هنا أنا في ممكن تعمل empty project، ممكن تحضر ال project اللي هو hello world project، اضغط على finish، that's it، عملنا hello world. نلاحظ انه هنا فيك تكتب النيم، هو لاحظ hello.cpp، فعندك البروجكت ايضا hello، هذا اللي انا كنت اعنيها انه حاول يكون السي بي بي اسمه مع اسم البروجكت حتى يكون اوضح. فيك تكتب الاوثر اللي هو المالك، تكتب اسمك، يعني فور اكزامبل فور مي انا اكتب محمد عيسى. اوكي، الفيرجن هنا ممكن تحدث التاريخ 1.0. اوكي، الكوبي رايت، يور كوبي رايت اللي اذا انت عندك لايسنس خاص، مثلا ان انت تكتب لليوزر انت لك حق في تعديل هذا الكود لكن لا يحق لك النشر، او مثلا يحق لك النشر، وات ايفر كان. الديسكربشن هنا انا نشرح هذا وظيفه هذا التطبيق شو بيعمل. اوكي، وفي كم ايضا هنا تمسحها، فاذا هو حيضع لك الانكلود اي او ستريم ويوزنج نيم سبيس اس تي دي الانت مين، ويضع فيها الكاونت هلو وورد اند لاين. وهون هذا فقط هنت يعطيك انه حيطبع لك هلو وورد. ما اريدك تدوخ في التفاصيل، انا فقط حبيت انه انبه لك كيف تعمل بروجكت للسي بلس بلس في داخل الايكليبس. قبل تشغل بالرن تضغط على البيلد. اوكي، تعمل بيلد، طبعا البيلد طلع بالشاشه الثانيه like this، لاحظ بالكونسول. بعد هيك تيجي تعمل هنا رن yes، that's it، hello world، مبروك اول تطبيق لك. زين، خلونا نجي في اشياء نشرح عنها حامل مجموعة modification. طبعا هنا أنا for example this one، هذا حمسح الكومنت، this one closed، close this one. اوكي، خلونا نشوف return 0 بعد وقت على هذا. اوكي، فينا نعمل مجموعة تعديلات like std، هذا حاخذه منها واجي this one. اوكي، std، اوكي، see out hello world and this one محتاجة. اوكي، like this. خلونا نجرب نعمل run من جديد، or sorry no، نعمل compile run yes save، لانه ما عمل save، نتأكد انه it's working. اوكي، it's working. زين، خلونا نجي هنا نشوف هذه الاشياء او هذه السطورة او الفكرة من الابليكيشن، كيف احنا ندرس الابليكيشن. هذا ايضا صار الرقم فوق. اوكي، this one
مثل هذا الشكل حتى يكون ارتب. اوكي نلاحظ باللاين 1، باللاين 1 هذا special type للstatement اللي احنا نسميها بالpreprocessor directive. الpreprocessor directive راح يذكر للcompiler او راح يقول للcompiler انه ينفذ special task، ينفذ شيء معين. في هذه الحالة احنا نذكر للcompiler اوكي انه نحب انه احنا نقوم بإضافة الكونتينت لمن للايو ستريم اوكي اللي هو الهيدر للبرنامج. الايو ستريم هيدر راح يسمح لنا انه احنا نعمل اكسس للفانكشناليتي اللي موجوده في الايو ستريم لايبرري، جميل جدا، اللي هي راح يسمح لنا بالتالي انه نقوم بالكتابه في السكرين. يعني احنا لما نعمل ران هذا اللي يطلع هنا أنا like this hello world، هذا منو يسمح بها؟ الايو ستريم لايبرري. هذا اول شيء. ثاني شيء لاين 2 لو نجي نبغى عليه فارغ، هذا اصلا لاين 2 فارغ ما بيها اي شيء. طبعا اللاين 2 هذا الفراغ الكومبايلر لما يجي يبدا بالقرايه راح يبدا سطر سطر، السطر الاول السطر الثاني فارغ، فالكومبايلر شو وظيفه الكومبايلر هنا؟ حيكون ignored، يهملها. اوكي نلاحظ باللاين 3 احنا بنعمل init main، اي بمعنى نعمل declarize، بنعمل declarize للمين فانكشن اللي انت اخذت فكره عنه كجزء اساسي بالدرس السابق. كل برنامج في C++ لازم يحتوي على المين فانكشن والا ما راح تشتغل. اوكي عندك بعد ذلك يجي لك الداخل الفانكشن اللي هي من الأربعة اوكي لغايه السبعة اللي هو شو اللي هو راح يخبر الكومبايلر هذه انه هو هذه البارتس هي جزء من هذا الفانكشن اوكي، او راح الفانكشن هذا راح يقول للكومبايلر، يقول كل شيء في داخل القوسين هذا قم بتنفيذها اوكي، قم بتنفيذها. فهو حيبدا من هذا الكيرل بريسز وحينتهي في هذا الكيرل بريسز اوكي، هذا توضح عندك. زين هنا انت عندك في اللاين 5 اللي هو ال std out، باللاين 5 اول statement هي تقدر تقول عليها ال statement اللي خلينا نقول هذا ال statement اللي منتهي بالسيميكولون، هذا first one. طبعا هذا statement هذا statement يعني return 0 وال std c out هذا statement ذاك والاسفل statement. يعني شلون عرفت انه هذا statement والثاني statement اخر؟ عن طريق السيميكولون، لاحظ صح. وفي عندنا ايضا std c out هنا، في عندنا ايضا هنا ال std c out اوكي. std c out هي يعتبر من ال special object، هي object special اللي حتمثل لك بال console screen هذا اوكي. يعني هذا وظيفه ال std c out، هي وظيفته انه هذا يعرض لك اياها على شو؟ على السكرين، اكيد بمساعده المكتبه الايو ستريم. فاذا هي special object، هي object خاص نوع خاص اللي راح تمثيلها حيكون انه الكونسول سكرين اللي هو احنا نعبر بها بالاستديسي اوت. هتلاحظ انه في عندك هذه العلامتين، هذه العلامتين هي ترمز لماذا؟ هي عبارة عن رمز، هذا الرمز لأوبريتر، يعني تقدر تعتبره مثل أوبريتر لايك زائد ناقص ضرب whatever كان اللي احنا نسميها شو؟ output operator، output operator اوكي. فالstd out حيفهم انه اي شيء بعد هذا، بعد هذا السيمبل هي حيتم ارسالها للاوتبوت للبرنت اللي تنشوفها حاليا في الكونسول اللي هو hello world اوكي. That's it. زين في عندنا شيء اخر، احنا تجاوزنا 9 دقائق، خلينا نوقف هنا نكمل درس القادم. مع السلامه.